طبعا كل الوسط الرياضي وغير الرياضي الحقيقة ناس مهتمة جدا جدا بكأس أفريقيا، وزاد الاهتمام بصراحة بعد الأداء العظيم، وأقل كلمة تتقال أداء كان عظيم جدا من منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار في دور الـ16. احنا داخلين على دور الثمانية في ماتشات مهمة جدا، يمكن أصعب مباراة فيهم هي مباراة مصر مع المغرب عشان فيها اسمين ليهم تاريخ. كل المنتخبات الأفريقية بقت كبيرة، يعني عندنا السنغال، غينيا الاستوائية، تونس، بوركينا فاسو، الكاميرون، وجامبيا، ومصر والمغرب. دي ماتشات بطولة أفريقيا في دور الثمانية. عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات قوية في منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والمقامة حالياً في الكاميرون حتى 6 أكتوبر، حيث تأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي، منها المنتخب الوطني بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف. فالجماهير العربية على موعد مع كلاسيكو عربي بين منتخبي مصر والمغرب، كما يواجه منتخب تونس فريق بوركينا فاسو، حيث تأهل نسور قرطاج بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدف دون رد. فيما تفوق منتخب بوركينا فاسو على الجابون 7-6 بضربات الترجيح، ويدخل منتخب الكاميرون أول اختبار حقيقي عندما يواجه نظيره غامبيا على ملعب أحمد أهيدجو في ربع النهائي بعد فوز أسود الكاميرون على جزر القمر 2-1 وفوز غامبيا على غينيا 1-0. وفي مواجهة إفريقية خالصة ينافس منتخب السنغال نظيره غينيا الاستوائية على التأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد الانتصار الأخير على مالي بركلات الترجيح بدور 16، فيما تفوق أسود ترينجا على الرأس الأخضر بثنائية نظيفة. مباريات ممتعة وحماس جماهيري منقطع النظير، وإن سادت حالة من التفاؤل والتطلعات للجماهير المصرية بعد مباراة كوت ديفوار، وأصبحت هناك أماني لتحقيق البطولة 8 لمنتخب مصر والأولى لهذا الجيل بعد تحقيقه مركز الوصافة في بطولة 2017.